مقطع انتشر بشكل واسع لإمام الحرم المدني الشيخ علي الحذافي وهو يلتفت في الصلاة. أولا، الشيخ علي الحذافي حفظه الله إمام المسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 40 عام. أما عن سبب الالتفاتة في الصلاة، صاحب الغترة البيضاء هذا الذي دائما نشاهده خلف أئمة المسجد الحرام يسمى الفتح أو الفاتح، يعني مصحح لأئمة الحرام إذا أخطوا أو نسوا في آية. وهنا نشاهد أن الإمام قد أخطأ في الصلاة، وسبب التفاتة الشيخ علي الحذافي ليتأكد أن هذا المصحح الأئمة هل هو موجود أم لا، حتى لا يتدخل في عمله. وهذا من فقه وأدب الشيخ الجليل علي الحذافي حفظه الله. وأما متى تبطل الالتفات في الصلاة؟ أولا، ثبت جواز الالتفات في الصلاة للحاجة كما قال سيدنا والمطاع فينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن فعله من إقراره، اللهم صل وسلم عليه. وأما عن الالتفات الذي يبطل الصلاة، أن تستدبر القبلة وتلتفت بجسمك كاملا، يعني ليس وجهك. وصلنا، فقنا وياكم لكل ما يحب ويرضى، يحفظ علماءنا وأمتنا ومشايخنا.